لا نقبل. وقدامنا الصورة هو على أوجستي، يعني قبل ما يرجعوا لي الزملاء في الكنترول قدامنا الصورة على أوجستي اللي خد قرار أو خد عقوبة بإيقاف مباراتين. سواء القرار صح أو القرار غلط، غير مقبول، غير مقبول في أي حال من الأحوال، أي حد أيا من كان، سواء عضو مجلس إدارة في نادي منافس أو إعلامي أو إعلامية في أي مكان، إن هي تعلق أو هو يعلق على أوجستي، ده غير مقبول. يعني ما ينفعش، ما ينفعش مهنيا، أنا مش بتكلم على فكرة إن ده مدرب الأهلي وهناك ناحية خبرية، أنا بتكلم عن الناحية المهنية، ما ينفعش إعلامي أو إعلامية يتكلم على مدرب الباسكت في النادي الأهلي ويقول مدرب بيثير التعصب ومدرب بيعمل شغب، ده أمر غير مقبول على فكرة. والتصريح اللي زي ده على فكرة اللي يتكلم عنه ده ممكن يتم مقاضاته على التصريح ده، ممكن يتم مقاضاته على التصريح ده، لأن أنت بتتهم شخص بإثارة التعصب وبإثارة الشغب، ودي تهمة وده أمر غير مقبول. ممكن اتحاد الباسكت يجتمع، ممكن يبص في التقارير، ممكن يتخذ عقوبات، ممكن نقبلها ممكن ما نقبلهاش، لأن قدامنا صورة وشاشة احنا شايفين، لكن مش مسموح لحد سواء كان مسؤول أو مسؤولة أو بتمارس عمل إعلامي إن هي تتكلم على مدرب النادي الأهلي. احنا هنا ما ينفعش نتكلم على مدرب الفريق المنافس ايا كانت تصرفاته، وانتوا تصرفاته بتشوفوها على الهواء، بس عمرنا ما علقنا عليها، عمرنا ما علقنا عليها، ولسانه وطريقته واسلوبه بتبقى على الهواء الناس سامعاها ومحدش فينا بيتكلم عليه، لانه امر يخص اداره ناديه. لو عايزين تبداوا بدايه كويسه وتبقى الصفحه صفحه بيضه بجد، كل واحد يبص على فرقته ويشتغل في ناديه، ما يبصش على الفريق المنافس. انت كسبت في اخر، الاهلي كسبك في اخر 3 سنين كتير، والمباراه اللي اتلعبت في صاله نادي الزمالك كانت فيها اخطاء تحكيميه كبيره، واللي حصل من الحكام انعكس بالسلب على مدرب الاهلي، لكن مش مقبول ابدا ان حد يتكلم على الاسباني جوست بوش بهذا الكلام الغير مقبول، لا مهنيا ولا اعلاميا.